حبايبي الحلوين، جريد 2 استكمالا للليسون بتاع النهارده اللي هو الفرونت اند استيميشن. في ناس كانت سالتني لو الريزلت، لو يعني عندي السبتراكشن او الاديشن عندي فيها بورو او كاري اب، ايه اللي هيحصل او وات هابن تو ذا استيميشن. تعالوا نشوف كده ذس اكزامبل. ده كان لاست اكزامبل بس انا للاسف انا كنت شايفه ال 3 دي، كنت شايفاها تقريبا 9، فانا حليت المساله على انها 9، فمفيش مشكله خالص. تعالوا نشوف كده. اول حاجه ها what do we do, write the password above the number. What is the password? OT. Once, O for ones, T for tens. Start, always start from the ones place. طيب تعالوا نشوف الوانس اللي واقف في الاول. دايما ها لازم اعمل تشيك كده للان ها للي واقف في الاول في الاي سبتراكشن، از ات مامي اور بيبي. ها بقول ايه؟ اسك ذا نمبر، هو ار يو، ار يو بيبي اور مامي. اللي واقف في الاول ده بيبي ولا مامي؟ هنقول له ايه؟ مامي. بيبي هيقول لي سوري اي كانت. هو انا بسال نفسي كان اي تيك 4 فروم 3، كان اي تيك اواي 4 فروم 3؟ نو اي كانت. ها ليه؟ لان هو بيبي، ها كانت بي، مش هينفع. هيعمل ايه؟ طيب هقول له روح اكبر وتعالى كلمني. طيب هيكبر ازاي؟ هيعمل ايه؟ هيروح للي جنبه بالظبط، ها اللي هو التنس. هيقول له ايه؟ تيك 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 بورو 1 1 انكريز ذا اذر ديكريز. ها هيعمل ايه في الناين؟ هياخد منها بورو 1، هيستلف منها 1. الناين بيكامز 8. طب والوان اللي خدته؟ أنا وقفته جنب الـ A، 3 becomes 13. أوكي، طيب دلوقتي now I can make my subtraction. دلوقتي أقدر أعمل subtraction بتاعي لأن اللي واقف في الأول بقى مامي خلاص كبر، خلاص من الـ 3 بقت 13. خلاص يلا count after the baby. After 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Stop. How many my fingers? Huh? I got 9. Okay, again, one more time. Ha, el 4 wanna reach ha 8. ال 8 خلاص انا مطمنه ان ال 8 bigger than a 4، هي مامي واللي واقف تحته هو البيبي. يبقى count after the baby. After 4, 5, 6, 7, 8, stop. How many of my fingers? It's 49. This is the actual a result. طيب تعال نشوف كده ال front end estimation. ها احنا قلنا هناخد ال tens. Look at the tens. ها انا عندي في التنس in the first number ها 9. 9 tens means 90. ها وعندي 4 minus 40. طيب تعالوا نشوف كده. ها set the password start from the ones place. 0 minus 0 equals 0. 9 minus 4 ها after 4, 5, 6, 7, 8, 9 stop. How many my fingers? 5. So the front end estimation it's a 50. ايه المشكلة لما تبقى اكبر؟ هي still nearest ل 49، يعني مش هتبقى actual بالظبط، مش بالظبط، انا بعمل حاجة تقديرية بعيني. خلاص كده. بعد كده احنا هندرس الكلام دوت في حاجة ممكن تبقى تقريبية اكتر. احنا قلنا ده تقدير اللي هو الايه الفرونت اند، دي حاجه تقديريه بعيني كده according to its the place value اللي هو بتاع التنس. طيب الدرس اللي بعد كده اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله المره الجايه ده هيبقى ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ approximating او rounding to nearest 10. دوت هو ده بقى التقريب. خلاص فما تستعجلوش وما تتلخبطوش. هنشوف example كده على الاديشن لو عندي فيها carry up. تعالوا نشوف هنا كده، لو قلنا 32 plus 29. okay again write the password above the number. hey start from the ones place. ha 2 plus 9 put 9 in my mind 2 on my finger after 9 ha 10 11. طيب هكتبها كده ايه على جنب. هنشوف كده وانس اند تنس. دايما التنس عندي بيطلع في بالون ومعاه ماسك في ايده بلس. الوانس ريمينز داون هنكتبها تحت. النمبر اللي موجود عندي في الوانس بليس بكتبه ايه؟ تحت ريمينز ها ات ذا بوتوم. طيب والوان كاري اب ان بالون تو ذا نيكست دور، يعني هيروح على نيكست دور وماسك في ايده البلس. ادي الوان ها ونحطها في بالون. خلاص كده يا ولاد، برافو عليكم. ها
طيب 1 plus 3 equals 4. Have I finished? Not yet. أنا لسه ما خلصتش. ها يبقى 42. ها 4 plus 2 equals A 6. So the answer will be A 61. خلاص كده؟ دوت الـ actual result. طب تعالوا نشوف لو هنعمل front end estimation. هنمسح بقى اللي عندي هنا كده. هعمل ايه؟ برضو قلنا هناخد ها الـ A الـ tens. 3 tens means what? 30. Plus ها قلنا 2 tens means what? ها 20. Okay. طيب خلاص يلا. Set the password and then add the numbers. Start from the ones place. 0 plus 0 equals 0. Okay. 3 plus 2 equals what? 50. يا ولاد المرة دي هلاقي ايه؟ ده بعيدة قوي يا ميس. This is too much. Okay. أنا قلت حاجة تقريبية. حاجة ممكن فاكرين ان الترم الاول كنا بنقول accepted or not accepted لو انا موافق على الـ ده ولا لأ. طيب هي حاجة تقديرية بعيني ها ممكن تطلع بعيدة او قريبة. انما لو انا بعد كده قلنا في الدرس اللي جاي هناخد حاجة rounding وليها rules. rounding ده يعني approximating او ان انا بقرب النمبر. خلاص تمام. أنا يعني حبيت إن أنا أرد على استفسار الناس لأنه في ناس خدت بالها وفعلا طبقت اللي احنا قلنا عليه إن هم بيتابعوا معانا في الشرح ودي حاجة كويسة علامة كويسة إن الناس لسه عندها وعي وإن هي بتذاكر أو واخدة الموضوع بجد. إن احنا مش عشان احنا قاعدين في البيت لا احنا عايزين نعلم ولادنا. ما هو كده كده احنا عارفين مراحل primary 1 و 2 مش مطلوب منهم امتحانات ولا مطلوب منهم أي حاجة. هم لازم بيتأسسوا وبيتعلموا وربنا معاكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.